بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 38. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، هذه أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال في موضوع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم نقلا عن أبي الوليد الباجي فيما ذكره من مذهب الإمام مالك، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا. قال: ومن كتاب أحمد ابن شعبة: في من وقف بالقبر لا يلتصق به ولا يمسه ولا يقف عنده طويلا. وفي العتبية يعني عن مالك: يبدأ بالركوع يعني تحية المسجد قبل السلام يعني على الرسول صلى الله عليه وسلم حيث العمود المخلق، وأما في الفريضة فالتقدم إلى الصفوف. قال: والتنفل فيه الغرباء أحب إلي من التنفل في البيوت. قال الشيخ رحمه الله تعليقا على ذلك: فهذا قول مالك وأصحابه، ومن نقلوه عن الصحابة يبين أنهم لم يقصدوا القبر إلا للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له. وقد كره مالك إطالة القيام لذلك، وكره أن يفعله أهل المدينة كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه، وإنما يفعل ذلك الغرباء ومن قدم من سفر أو خرج له، فإنه تحية للنبي صلى الله عليه وسلم. فأما إذا قصد الرجل الدعاء لنفسه فإنما يدعو في مسجده صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، كما ذكروا ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك عند القبر، بل ولا أطال الوقوف عند القبر للدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بدعائه لنفسه؟ وأما دعاء الرسول وطلب الحوائج منه وطلب شفاعته عند قبره أو بعد موته، يعني ولو لم يكن عند قبره، فهذا لم يفعله أحد من السلف. ومعلوم أنه لو كان قصد الدعاء عند القبر مشروعا لفعله الصحابة والتابعون، وكذلك السؤال به يعني التوسل به في الدعاء بعد موته لم يفعله الصحابة والتابعون، فكيف بدعائه وسؤاله بعد موته؟ قال رحمه الله: لم يكن أحد من الصحابة والتابعين يستقبل القبر للدعاء لنفسه فضلا عن أن يستقبله ويستشفع به، يقول له: يا رسول الله اشفع لي، أو ادعو لي، أو يشتكي إليه مصائب الدنيا والدين، أو يطلب منه أو من غيره من الموتى من الأنبياء والصالحين أو من الملائكة الذين لا يراهم أن يشفعوا له أو يشتكي إليهم المصائب، فإن هذا كله من فعل النصارى وغيرهم من المشركين ومن ضاهاهم من مبتدعة هذه الأمة، ليس هذا من فعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ولا مما أمر به أحد من الأئمة المسلمين وإن كانوا يسلمون عليه. وقال رحمه الله عن الأحاديث التي جاءت بخصوص زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم: كلها ضعيفة لا يعتمد على شيء منها في الدين، ولهذا لم يروي أهل الصحاح والسنن شيئا منها، وإنما يرويها من يروي الضعاف كالدارقطني والبزار وغيرهما. وأجود حديث فيها ما رواه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف والكذب ظاهر عليه، مثل قوله: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، فإن هذا كذبه ظاهر مخالف لدين المسلمين، فإن من زاره في حياته وكان مؤمنا به كان من أصحابه، لا سيما إذا كان من المهاجرين إليه المجاهدين معه
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أخرجاه في الصحيحين. والواحد بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة بأعمال مأمور بها واجبة كالحج والجهاد والصلوات الخمس والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين، بل ولا شرع السفر إليه بل هو منهي عنه. وأما السفر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه والسفر إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه فهو مستحب، والسفر إلى الكعبة للحج فواجب. فلو سافر أحد السفر الواجب والمستحب لم يكن مثل واحد من الصحابة الذين سافروا إليه في حياته، فكيف بالسفر المنهي عنه؟ وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين لم يكن عليه أن يوفي بنذره، بل ينهى عن ذلك. ولو نذر السفر إلى مسجده أو المسجد الأقصى للصلاة فيه ففيه قولان للشافعي أظهرهما عنه يجب ذلك، وهو مذهب مالك وأحمد، والثاني لا يجب وهو مذهب أبي حنيفة، لأن من أصله أنه لا يجب من النذر إلا ما كان واجبا بالشرع. وإتيان هذين المسجدين ليس واجبا بالشرع فلا يجب بالنذر عنده، إلى أن قال رحمه الله: وأما السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين فلا يجب بالنذر عند أحد منهم لأنه ليس بطاعة، فكيف يكون من فعل هذا كواحد من أصحابه؟ وهذا مالك كره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم واستعظمه. والصحيح في توجيه قول مالك هذا لأن لفظ زيارة القبر مجمل يدخل فيها الزيارة البدعية التي هي من جنس الشرك، فإن زيارة قبور الأنبياء وسائر المؤمنين على وجهين: زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم كما يقصد بالصلاة على أحدهم إذا مات فيصلي عليه صلاة الجنازة، والزيارة البدعية هي زيارة المشركين وأهل البدع، وهي التي تكون لدعاء الموتى وطلب الحاجات منهم أو الدعاء عندها، واعتقاد أن ذلك أفضل من الدعاء في المساجد والبيوت. فإذا كان لفظ الزيارة مجملا يحتمل حقا وباطلا عدل عنه إلى لفظ السلام لأنه لا لبس فيه، ولم يكن لأحد أن يحتج بما روي في زيارة قبره أو زيارته بعد موته، فإن هذه كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة لا يحتج بشيء منها في أحكام الشريعة. والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا هو الثابت في الصحيح، ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال قبري، وهو صلى الله عليه وسلم حين قال هذا القول لم يكن قد قبر بعد صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابة لما تنازعوا في موضع دفنه، ولو كان هذا عندهم لكان نصا في محل النزاع، ولكن دفن في حجرة عائشة في الموضع الذي مات فيه بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ثم لما وسع المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك وكان نائبه على المدينة عمر بن عبد العزيز أمره أن يشتري الحجر ويزيدها في المسجد، وكانت الحجرة من جهة المشرق والقبلة، فزيدت في المسجد ودخلت حجرة عائشة من حينئذ. وقد انتهت بهذا هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.